السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو نتكلم عن النظام المائي كهيكل إنشائي. نحتاج بعض الأدوات لعمل نظام مكتمل يكون لدينا للزراعة المائية للاحتياج المنزلي. نظام صغير ليس لديه تكلفة كبيرة. نحتاج عدة أدوات. أولا، هذه الزوايا تباع في بعض المحلات، يستخدم لعمل الأرفف. نحتاج تقريبا لكل نظام يحوي 10 إلى 15 حوض ديتش بوكت. نحتاج تقريبا 10 زوايا، وهي تباع بالعشر تقريبا 100 ريال. أيضا نحتاج الديتش بوكت، أحواض الديتش بوكت كما تشاهدون الآن. الحوض يباع في بعض المحلات الزراعية من 13 إلى 15 ريال. أيضا نحتاج حوض ليحمل الماء والمحاليل الزراعية، والمضخة تكون بداخل الحوض لرفع الماء عن طريق الأنابيب والمرور فوق الأحواض، وعمل التنقيط للأحواض ليتم وصول الماء إلى النبات. أيضا نحتاج وسط، بإمكان استخدام وسط حجر بركاني أو العوض عنه بالبرلايت، لكن البرلايت يعمل فطريات، يفضل الاستغناء عنه بالحجر البركاني. أيضا نقطة مهمة، كل ما عملت على خفض مستوى النظام إلى الأرض قليلا، كل ما استفدت من المستوى في الأعلى لصعود النبات وامتداده حيث يكون متسلق ويعطي إلى سقف المحمية أحيانا حسب نوع النبات لديك. لدينا الطماطم يتسلق، يصل إلى أحيانا في بعض المحميات إلى 3 أو 4 أمتار، فتحتاج مساحة كبيرة حتى يعطي بأريحية. أيضا نبات الخيار يعطي بقوة ويتسلق كثيرا. نلاحظ الآن في هذا النظام الآخر مستوى منخفض تقريبا 30 سنتي عن مستوى الأرض، وعملت له حوض مختلف عن الآخر ليكون مناسب له. نلاحظ الطماطم وصل إلى سقف المحمية كما تشاهدون الآن، نسأل الله البركة من فضله. أيضا بإمكانك الاستغناء عن هذا الحوض في بعض المحلات أحيانا أو الأماكن، يكون غالي جدا، وتعويضه ببعض البراميل الصغيرة كما تشاهدون الآن. هذا سعره تقريبا 50 ريال، ممكن تحصل عليه بأقل من ذلك. فقط انتهينا من نسبة للتكوينات. الأنبوب حق التصريف، وهو يكون يمر أسفل الدتش باكت حيث تعمل له تخريم مناسب لكل حوض. الموية الزايدة عن مستوى الحوض تخرج إلى الأنبوب، ومن ثم تعود إلى حوض الماء لتعود مرة ثانية. نأمل يكون فيما ذكر فائدة للجميع. لا تنسوا تعزيز القناة بالاشتراكات وعمل لايكات والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بالتوفيق، وأيضا نسعد بمرئياتكم واستفساراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.